مساء الخير. حلقة جديدة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، منختصر فيها ساعات عشوة الطلاب داخل الأكاديمية ونشاطات وردات فعل على مواضيع ومواقف عديدة. منبدأ الليلة بعد رجعة الطلاب من البرايم وردات فعلون على الحفلة الأخيرة يلي قدموها. جمعنا كيف كنت اليوم على المسرح؟ انا عن جد كيف كنت على المسرح؟ حلو جدا. كنتوا قاعدين دخلكم على المسرح بس كنت عاملين؟ لا 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 مين حط التلفزيون؟ زلت رحت عندك قلت لك كثير حلو على المية مية على المسطرة المغنى كنت شو كثير حلوة كثير حلوة و كاركتر مليار مليار اخر شيء مات عم يضحكوا كانوا كلهم كثير حلو مان كثير حلو عم نقول في ناس بيحبوا حنونة مين البطل مين بده يكسر الدنيا يلا كلنا بنؤمن فيك كلنا عنا سؤال كلهم اتصدموا ان انا طلع من يوم عملت تحت البرايم وانت بلوز بيقولي بيقولي ازاي يعني طلع من هنا سيبه سيبه يسخن براحته ونسيم انت انت اللي كنت بتجنن اللي ما بيجن عمره عملها من يوم ما دخل انت بتجنن اللي ما بيجن من يوم ما دخل عمره ما عملها نسيم اكثر زلمة بيعمل بيرفورمنس ما بينسى كلام وكل زلمه فوتوته بالحياه عمره ما عملها من يوم ما دخل بس كنتوا كثير حلوين كمان صراحه الأغنية كانت لايقة عليك على صوت وعلى صوت ما أنت كتير حلوين كنتوا باينين اليوم بالخطين كتير الحمد لله على الكاميرا كتير شو عندك كانت أوفر أوفر حلوة بذمتك قلبت لك إيه أنتوا قاعدوا على البيانو أخدينك بكادر يعني جاي الميكرو هون وعم تطلع أنت هيك وجهك مضوّق كله في إضاءة مرمية على وشك خليها فوق بجد واو أنت شفت انت شفت هيدي كيف بس طلع اول مره في الكارب كنت عم تعمل باك ستيج هي كانت عم تعمل هيك باك ستيج وشايفته على التلفزيون عليه عليه هبه مش طبيعيه بس عن جد فجرت كل شيء بقلبي حلو كثير ايه حلو كثير تبلوز اسمه مش سولو لا ما تبلوز فجر يعني حسيت حالي ان ان هيدا الحفله اللي عملتها حسيتها حفله حسيت ظهرت من الأكاديمية خلص هيك واجاني أول عرض شغل بحفلة وكانت هيك هيك حسيتها هالدرجة يعني. لما غني آخر أغنية كانت هابي نيو يير دي وبرضه مش متوقعة إن أنا اللي رجعت. أنا مبسوط يعني. أنت شو بدنا نطلع في النمونية؟ أي موقف؟ بتعملي شو؟ انا عيني اكثر عيني لا بس انه مش ما عندك فيهم عندك فيهم بس تعال في اخر لحظه جوقف بدل الاسد زبق خلاص بعد يعمل لي كده فانا بقيت اعمل له ارقص له وهو بقى يعمل لي كده ايوه انبسط يعني وعايزني انبسط بس باباك وماما كانوا واقفين مش قادر اقول لك انا مبسوطين قد ايه مش معقول واخواتك يا الله على ميه واختك كلنا عسل انت عارفه على العالي ما بعرف كيف معي كيف طلعت اكثر منك اه بالنسبه لي مان صراحه ما بعرف اذا حدا بيوقفني هاي البرايم اليوم اكثر برايم كان فيه باور وحماس رغم كل شيء الجمهور بس كل اللي صار نحن منا كان في حماس بكل صراحه عن جد راس السنه حسيت يعني إذا مش حنان عم تعمل مقلب برافائيل فأكيد رافائيل هو يلي عم بيبادر وهيك بتضل الأمور والعاني بين الاثنين حنان وينك ماشي
بعد عني عشان تنزل خبط قلبك يا حيوان. طب زين زين اتركني اتركني حنون بعد عني بعد عني بعد عني بعد عني. لو عم نمزح هلا بدك تزعل من هالشيء؟ عم بمزح معك يا حنان. اخ يا ابو مش قادر اتحمل. عملت هيك. اخ يا ابو مش قادر من حد النقزه يا مان. أنا قد ما حتنقص أكيد شايف حتشوفني لأنه قنصني هون عملت هيك حبيبتي. نعيمة العبصون أوكي شو عم تلعب معي بعد؟ لا ما رح ألعب معك أوكي أنت مال؟ أنت صوتي راح صوتي راح ما خصه هو هو قالي أنا فوتته باللعبة شو ما خصه أنت شو تلعب وقت منك قدل؟ إلا شو؟ ماني قدها؟ كيف ماني قدها؟ صار لي شيء ما صار لي شيء، انت صار لك شيء. حبيبتي حنونه. حبيبتي انا، حبيبتي اللي بينقص. حبيبتي اللي بحبه قد الكون. رفيق رفيق. كله. خلونا نتوقف مشاهدينا مع اول بريك وعم نرجع من بعده لاخر اخبار الشباب والصبايا. منتابع يوميات ستار اكاديمي وهالاسبوع ودعت الاكاديميه ايهاب من المغرب. خلينا نسترجع احلى لحظات عاشها ايهاب بالاكاديميه. المفروض اني عشان يلحقوا يغيروا عشان يلحقوا يغيروا كده تعملها فيا ايهاب يا بطل. شهادتي مجروحه فيك يعني بشهاده الكبار والاساتذه والصحفيين العالم العربي الكل. انا متاكد انك حتعمل شيء كبير في الوطن العربي ان شاء الله. اقول لك ايه بس توحشني اول حاجه بس اشوفك يعني ان شاء الله كلها نتجمع في الاخر. القوال عايزه اقول لك ان انت يعني بالنسبه لي انا مثلت لي الشاب المغربي باخلاقه وفنه وكل حاجه النهارده. معرفش حد وصلت لي المزيكا المغربي التراث كل حاجه يعني وابسط الحاجات. انت فنان قوي يا ايهاب وانت داخل هنا يعني اصلا موجود بره. حبيبي اكيد انت ليك مستقبل بره احلى وانت ناجح بدون اي حاجه. اغنيتك ان شاء الله تكسر الدنيا اكتر ما هي مكسره الدنيا. الحمد لله. ويبعد عنك اي حاجه وحشه ربنا ان شاء الله. وانت عارف ان احنا كلنا بنحبك وانت كنت قريب وبعدين كلنا هنتقابل في الاخر. مثل ما تعلمت كثير اشياء لحالك ورغم صعوبات الحياه كلها اجت ضدك ورغم اللي الوقت الفتره من عمرك قطعت بشيء كثير سيء و ان شاء الله بتشبهني انا كثير
وانا معبول عن حالي اللي مثل ما بينخاف علي. اكثر شيء لما كنت ندير اجتماع، لما كنت ندير شي لعبه، اكثر لحظات اللي كنبغيهم لما كنجلس بالجيتار وكنغنوا مجموعين. احسن بلاصه كنت كنقعد فيها الاكاديمي هي بلاصه البيانو ديال المسرح. كان عندي كنبغي البيانو وكنت كنحاول نكتشف النوتات، والحمد لله وليت كنعرف شويه و كنت كنرتاح فيه بزاف. ملي كتكون مضايق ولا شي حاجه كنمشي ليه كندق فيه البيانو كنرتاح. احسن صف يعني مع احترامي للصفوف كلها هو صف مدام ميري، ان الفضل ديالو تحسنت يعني من 30% ل 80%، ولا صوتي يعني غير وتقدمش بزاف بزاف بسبب هاد المرة، وكنحاول نشكرها بزاف ونشكر جميع الاساتذه. راحت الضحك كلها لورا، دخل الضحك بس جيبها لقدام يلا تحت. ايه يعني هون بتعلي هون بتسكر. اوكي ما تفلتها. ومدام ميري ما كاينش شي واحد اللي ما كيبغيهاش، كلشي كيبغيها وكنعتبروها بحال الام ديالنا وهي اللي قدماتنا. و تحيي مدام ميري. ومدام ميري ملي مشيت بكات عليا مسكينه، وبكات عليا مرتين ملي غنيت اغنيتي زهرة في خيالي، وهذه المرة ملي خرجت وكنقول لها شكرا بزاف، وحنا بلا بيك يعني ما كناش نتقدمنا وصلنا لهذ المكتبة وصافي ذات. طبعا غنتوحشهم كاملين، ولكن كاينين جوج نتوحشهم بزاف لانني مؤخرا علاقتي بهم كانت كبيرة وكانت وطيدة. غنتوحش عباس وهايدي وكنتمنى لهم الخير، وان شاء الله الفينال ان شاء الله، وكنقول لهم بلي نتوما فنانه وتشرفت بمعرفتكم، وشكرا على اي دعم واي كلمه قلتوها ليا واي يعني وقفتوا معايا ملي كنت محتاج وقفه. وغنتوحشهم كاملين الصراحه، وغنتوحش الاكاديمي. طمني اللي حصل فيه، حاسين بايه؟ حاسس اني عايز اخرج. عشان انت جايب اخرك من جوه، يعني حد بيعمل لي هيك زي البالون تتفقع وبقع بنفخها تاني وبي حد بيفرقها. حب بطل تفكر بقى بطل، خلاص ما عادش في حاجه في البرنامج اصلا. كلنا عارفين انت بقيت فين بره، كلنا متاكدين من ده. غنغني لكم الاغنيه ديالي اللي كنبغيها بزاف واللي حبيتوها، وخاصه الصوت ديالي ماشي مش مشكل. وهانيا لمشيتي مورك سد الباب، يا امتي ولا حيتي غادي تدق لعداك، كتهددني بكلامك انا نسيت غرامك، يلا احسب خطواتك وسر الله معاك في عين واحد مرتاح في العيش. انت وحشك الكلب، الكلب تقول لي فوق الكلب مرتاح في العيش يا
يلا طلع بعدين. انت شفتي دي يلا حط هيدا يا عم. اول شيء حط هيدا بايدك. تعال اسمع تعال هيدا حط هيدا. تعال هيدا حسيت والله ما سلمت عليك. ما في طريقة إيهاب نخرج. انت اللي بديت الخصام انت اللي بديتي وعلمت الحرب علي. يلا ان شاء الله بعدياتكم حماني الله اوكي. ايهان سلمني على ماما. حبكم ها ان شاء الله بعدياتكم. برج قلبك انا شو بحبك. يلا شلو فكي يوسكي بس كنت سمعوني انتو حشكم. ما تنسوا تتواصلوا مع الطلاب عبر فيسبوك وتويتر وكمان انستغرام. اما هلا تاني بريك بحلقه الليله ومنتابع من بعده. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع زيارة كارلا رميا وحصة جديدة من الغناء مع الطلاب. كيفنا؟ الحمد لله. إن شاء الله انبسطتوا. جدا. كنا حابين تكوني معنا. جدا جدا. حنونة كيفك يا حنونة؟ منيحة ولا وكالة. يلا مرة ثانية بكره بس تظهروا كلكم. أيوة نرجع نعمل. كيفك؟ بس تخلصوا. صفا؟ إيه. سقعتوا؟ يعني تصير الدنيا حلوة صراحة. أنت أول مرة تشوفوا الثلج؟ يس. شو رأيكم؟ انا كنت مبسوطه قوي. شو ناسيه ليك جيب الريمون من هون. صدقك ثلج مصدقه كانت. طلع على بالي هيك نعمل شيء مهضوم. يعني انا دائما بمرق بالصفوف بال يعني. وينك حبيبي وينك وقعت فرجينا. لا هيدا الشيء بسميه انا دائما ارتجال. مش بسميه هو هيك ارتجال. يعني انا بيكون عندي مقام معين امبروفيزاسيون وعلى هيدا المقام أنا برتجل. يعني أو بليل أو بقول يا ليل أو بقول يا عين أو بقول أوف عدتو تركتو. هيدا الارتجال عادة بينطلق من مقام واضح. يعني بيكون أنا عارفة من أي مقام بدي بلش. اليوم أنا نقيت مقام الرست لأن إحنا عاملين شغلينه قبل فصرت لكم إياه. أنا بتعرفوا إنه مقام الرست عادة بيبدأ عن درجة الرست يعني الدو. في عنا دو ري مي فا صول لا سي دو. قولوا معي دو ري مي فا صول لا سي دو. هلا نحن اللي رح نعمله رح اسمعكم تقسيمه انا على الرست ورح نليل بس بشكل سؤال جواب. يعني كانه في عندي بدي اختار انا شاب تنقول او حدا مين بحب يبارزه. تطحين طحن يعني. بدنا نحاول نرتجل قبال بعض. وقت نرتجل قبال بعض ملعبك بصير في حدا بده يعني يستفز الثاني تيطلع منه شيء. يلا اوكي يلا هاي عظيم.
وقتها بنرتجل شباب صبايا ما فيني انا فيني روح وين ما بدي شيء يلبق مع المصاري بدي ارجع عرفي بس بدي ارجع عن بيت يعني فيني روح ابرم كل نهار بس اخر بدي ارجع لازم خليكي هيدي يلعب بس فيكم اذا ما بدكم بالميكرو فينا بلا ميكرو بس انا حلو هلا بدنا نعمل مثل سؤال جواب اوكي فينا رح فرجيكم نعمل انا عباس اذا بدكم تشوفوا كيف كيف الفكره نمنا هو اذا تقرب انت بعد بس تصير انت حاسس انه بدك يا نجاوبك يا ليل اي مقام لا ما بدنا على الراس لا ابدا بالمبدا بس بالاخر ارجع نفس المبدا هيدا زنوا لنا شباب فرشوا لنا ابدا من هنا بس اعيش معنا بدك اياه بس المهم تسلمني تعال نعرف شو بدي اعمل وراك يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي سقفوله خليك بالي يا بإيديك وبحالك غني صلت لي يا يلا رافي آخر بريك مشاهدينا بحلقة الليلة وبعده بنرجع نحن وياكم خليكن معنا منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع زيارة هادي شرارة الأسبوعية للطلاب. أيوة.
كيفكم؟ كيف الشباب؟ كيف البنات؟ شو الأخبار؟ صباح حبيبي. زعيم؟ زعيم؟ كيف أستاذنا؟ ينعاد عليك؟ صباح مجر، ينعاد عليكم. ينعاد عليك يا أستاذ. خلي لك حالتك. شو عم تاكلوا؟ في ريحة أكل قوية كثير. بدي آكل. هادي. والله أي جمال تغمرني تغمرني كل أرقام دلال يا ليتا تغمرني والله أي جمال تغمرني تغمرني كل أرقام دلال يا ليتا تغمرني. هلأ غنيت كثير حلو، ما بكذب عليه، غنيت حلو. بحس على طول بدك تتحدى اللي عم يغني معك، يعني الضيف الجاي معك مش متوقع منك قد التحدي، يعني عم تفرجينا انه انا بغني احسن منك. في قصص بتضايق الفنان بدون ما ينتبه، في اشخاص بيتضايقوا منها، حتى الفنانين عم بيغنوا او الضيف معك بيتضايق منها بس ما يبين لك. انت بهالمغنى بهالغنيه عم جرب تفرجي لها فارس انه انا بغني احسن منك. هي مش قصه مين بيغني احسن، مين لابق اكثر على الغنيه. انت مش تابق كثير، انا شخصيا ما شفتك لابق على الغنيه. اسمه هذا الهوى، هيدي هوى بلا طعمة، هذا اسمه مغنى بلا طعمة من أول غنية للآخر. أنا عارف إني كنت عيانة وكنت في حالة مرضية، صار لك جمعة صوتك رايح وكذا، بس غنيتي بيخة اسمها إغراء أكثر ما هو مغنى. أنا برأيي كثرة إغراء عم بتجربي تموهي، مثل واحد جاي فايت على معركة موه لبس، عم يضيعنا باللبس تبعه بحركاته لينسينا ضعف المغنى تبعه. في ضعف هائل دينا، يعني حيالة تلميذي بحيالة مدرسة بتعلم موسيقى بعد فايتة ابتدائي، يعني فيها بتغني أحلى من هيك. هوا 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 هوا، عمليك شعر بشي محل، يعني ما فيك هوا هوا من أول غير الآخر كوبي بيست. هوا 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 بي دا 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 قلبي هوا هوا من أول الآخر يزد غيري لك شي محل. شو بك ليش خايف؟ حلو عباس اتاخد فيك زقفوه لرفايا. برافو هيدا جوك، هذا اللون بيلبق لك، يعني انت بعيد قد ايه بعيد عن الرومانسي قد ايه قريب من هذا اللون، قد ايه حسيتك يعني لبسك لبس. فاذا بكره طلعت من هون نجحت او نجحت، طلعت من هون بدك تنقي اغاني وهيك، روح بهذا الدايركشن، هالنوع الاغاني هيك اللي فيها هيك شويه زعرانه مع شويه هضامه مع إيقاعية أكتر، رومانسي مش لبق لك ما قلت لك، وارتياحك وهضامتك على المسرح وجاي بقول لك كنت مرحلة مراحل سئيل، بهذا اللون منك سئيل، يعني ما عندك السقالة صار في شوية هضامة، وهذا المطلوب منك، وعندك كاريزما كتير يا رفايل، استفيد منها، العالم بتحبك، يعني التلفزيون بيحبك، ما تعمل دايفيرجن على السقالة، خليك بالهضامة وخليك محل ما أنت، وبرافو. كنتوا مهضومين تنيتكم، اوكي غني واطي عليك لانه عالي كثير على حنان.
بس بالنسبه لي غنيتوا مثل بعضكم. برافو حنان، غنيتي احسن ما انت بتغني بكل البروجرام. يعني هاي ثاني مره بيرفورمنس بالبرايم 12 بنشوف حنان عم بتغني. اوكي عم تغني فالسيت وما في ما في كثير مرجله، بس انه غنيت في ثبات بالنوت وبرافو حنان. فولة كتير مش شوية يعني. ربع ساعة. ربع ساعة ربع ساعة. رح عيّر زقفولة بعض. هادي زقفولة. هادي برافو 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 برافو. ايش مصدقناك قلتي برافو. الله اللي خلقي. لا لا ليك شغل. أول شيء خلينا نحكي شوي. كيف عندكم أم كلثوم؟ أنتم شايفين حالكم فيها بمصر. وإحنا شايفين كمان. حالنا فيكم بأم كلثوم، نحن شايفين حالنا فيروز. يعني عنا الله فيروز وبعدين بلشت تجي اللي بغني بعد فيروز بده يكون يعني أول شيء بنحترمه كتير. للأسف ليه مصرية عم بتغني لفيروز أحلى ما اللبنانية بغني لفيروز. فأنا بحبك هيدي. ويلكم. هي مش كلمة للأسف، مش عكلمة للأسف، قولوا نحن لبنانية مش قادرين نقدر فيروز مثل ما المصاروا بيقدروا لفيروز. أول شغلي عن عباس، هيدا هو قلت لكم تسقفوا يعني اسمعوا كيف بيغني إنسان متمرس مهذب بالمغنى ملتزم بإطار الغنية، مش عم يتفلسف عبد الحليم حافظ. غنية كلها إحساس يعني، ما ولا محل حسيت إنه عم بيغني اوفر مثلا او عم بجرب يقول شيء يعني يتفلسف على الميلودي. يلا جود لك. ثانك يو. ثانك يو هادي. وخبرتك شيء بحسه عنك عنك تحسه عني في حدا مشغله اليوم طلع مع سعيد. لا لا اصلا ولا مره شفتك عم تراضي حنان مره على البيانو. كذاب بيان اكيد انا قدرت. يلا يلا جود لك جايز. ثانك يو هادي. تشاو. قبل ما نختم حلقتنا بذكركم بالمشاركة بمسابقة السي بي سي لتربحوا سفرة على بيروت وتحضروا البرايم. ادخلوا على www.cbc-eg.com. حلقتنا الليلة انتهت مشاهدينا، بلاقيكم بكرة بنفس الوقت، كونوا على الموعد.